يعطيكم العافية. اليوم عندنا منتج مميز له عدة استخدامات راح ينفعك برحلاتك بشكل عام. طبعا هالمنتج هو منتج الشاربال، راح يفيدك بأكثر من شغلة. في البداية في عندك هذا المكان راح يكون عبارة عن صفارة في حالات الطوارئ تقدر تستخدمه، أيضا في عندك الفاير ستارتر راح ينفعك إذا بتولع نار وما كان عندك ولاعة على سبيل المثال عن طريق قطعة الكربايد الموجودة هني، بالإضافة أن قطعة الكربايد نفسها تقدر تسن فيها السكاكين، بالإضافة إلى مسن السيراميك على أساس تنعم الحد. طبعا آخر شيء عندنا المسن، هذا راح ينفعك بأكثر من استخدام، من ضمنهم تقدر تسن فيه الهوك إذا كان عندك سكين بهوك، أو تقدر تسن فيه أي سكين سريت. طبعا كل هالاستخدامات بمنتج حجم صغير تقدر تخليه معاك بالسيارة على سبيل المثال. طبعا منتج الشاربال حاليا متوفر عندنا بالفرعين سواء الشويخ وأسواق القرين، بالإضافة إلى الأونلاين. راح نحط لكم لينك تقدرون تطلبون منه المنتج أو تزورون الأفرع وتحصلونه موجود. حياكم الله.